مرحبا بكم في قناة الشمس لتربية الطيور. إخواني الكرام، هذه القناة مخصصة لتربية طيور الزيبرا فينيش والبنغالي فينيش والجولديان فينيش. موضوعنا اليوم هو كيف ننتج من طيور الزيبرا فينيش في أول شهر إن شاء الله من جلبنا الأزواج. قبل الدخول في الموضوع، الرجاء من المشاهدين الذين لم يشتركوا في القناة أن يشرفونا باشتراكهم في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلهم كل جديد. إخواني الكرام، للنجاح في عملية تزاوج طيور الزيبرا فينيش، وهي للعلم عملية سهلة إن اتبعت الإرشادات التالية. أولا، يجب على المربي أو هاوي التربية أن يختار الزوج الجيد. كيف يكون الزوج الجيد؟ هو أن يتأكد من أنه قام بشراء ذكر وأنثى. وهنا ننصح كل مربي أن يقوم بجلب الذكر من مكان والأنثى من مكان آخر لتفادي تزاوج الإخوة لما له من آثار وأضرار على الإنتاج في قادم الأيام. العمر المناسب لتزاوج الزيبرا فينيش هو ما فوق 6 أشهر، يعني الذكر يكون له 6 أشهر والأنثى كذلك. لماذا الأنثى تكون فوق 6 أشهر؟ لتفادي احتباس البيض، كون الحوض يكون لم يكتمل نموه قبل 6 أشهر. لهذا نحرص على أن تكون الأنثى لديها 6 أشهر فما فوق. بعد توفير الذكر المناسب والأنثى المناسبة، نوفر القفص المناسب. إخواني، القفص المناسب لعملية التربية يكون بطول حوالي 40 إلى 60 سنتيمتر وبارتفاع 20 سنتيمتر، فهذا القفص مناسب جدا لتزاوج طيور الزيبرا فينيش. ولمن يرغب في التربية الجماعية لهذه الطيور، فكلما كان المكان أكبر كلما كان الإنتاج أحسن. أما بخصوص العش، فالعش 15 سنتيمتر على 15 سنتيمتر هو عش مناسب جدا لطيور الزيبرا فينيش. ومن الأحسن أن تكون الأعشاش مصنوعة من الخشب أو من الطين، فهي أعشاش تسمح بشطف أو تجفيف الرطوبة الناتجة عن الفراخ التي سوف تفقس بعد عملية الحضن والتفقيس. بعد القفص والعش، يجب اختيار المكان المناسب لوضع هذا القفص. وأحسن مكان لوضع القفص هو المكان الذي يتوفر على الهدوء وضوء الشمس، و أن يكون الهواء أن يتبدل الهواء، يعني هناك فتحات للتهوية، وأن يكون مكان لا تصله يد الإنسان. يعني هنا يجب أن يتوفر في المكان الهدوء والإضاءة والتهوية الجيدة. بعد توفير هذه الأمور، نقوم بإدخال الزوج في قفصه أو في سلاكته ونتركه على طبيعته، ونوفر له نظام غذائي جيد يحتوي أساسا على مادة الكالسيوم، والتي نقوم بجلبها من مادة أو من عظم الحبار. نوفر عظمة الحبار، وكذا نوفر الأتربة التي بها كالسيوم، وهي الأتربة التي تباع في محلات بيع طيور الزينة ولوازمها. أما بخصوص النظام الغذائي، فالنظام الغذائي يجب أن يتوفر على كل مقومات نجاح عملية التربية، وتتمثل في توفير الحبوب الخاصة بطيور الزيبرا فينيش، وهي البلكم والفلارس والدخن، وتوفير الخضروات مثل الخس والخيار لمرة أو مرتين في الأسبوع، مع توفير
البيض المسلوق في الماء لمرة أو مرتين في الأسبوع، وبالإضافة إلى هذا الخبز المنقوع في الماء وهو مفيد جدا لطيور الزيبرا فينيش، والأرز المغلي في الماء. بعد توفير هذه الأمور يجب على المربي أن يترك الطيور على راحتها لعملية التزاوج، مع توفير خيوط الخيش، وهي الخيوط التي تشاهدونها في الفيديو. وإن شاء الله إذا تبع أي مربي هذه النصائح سوف يصل إلى نتائج جيدة بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.